عمو فؤاد، أنا دايما سمعك بتتكلم عن الجفاف، إيه الجفاف ده؟ يا حبيبتي، الجفاف ده بيجي من الإنسان الشريف وبتبقى له علامات الأم تقدر تعرفها. بصي شكل الولد ده إيه؟ شوفي عينيه داخلة لجوه إزاي؟ وشوفي ده جلده عامل إزاي؟ وده تعبان وهمدان. أهو ده الجفاف اللي بيجي من الإسهال اللي زي المية. بص بقى دول زي القمر إزاي؟ مش كده زي ده أو ده، إنما زي الورد ده محلول معالجة الجفاف بيحمي أولادنا حبايبنا الحلوين من خطر الجفاف. وزي ما بقول الحل في المحلول والمحلول هو الحل.